مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. أنا اليوم صراحة كثير مبسوط لأنه قاعد بصور في واحد من الأماكن اللي أنا كثير بحب أصور فيها، اللي هو حديقة الشيراتون. من الحديقة اللي فيها لاندسكيب كثير 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 لطيف، يمكن صورته ونزلته في أكثر من فيديو، لكن اليوم أنا هون عشان أعمل فيديو عن موضوع من المواضيع اللي أجتني كثير في الأسئلة. طيب هلا في شوي هيك دوشه حوالي راح تكون، لانه في ناس او في عمال قاعدين بيعملوا صيانه للنوافير والى اخره، بتمنى انها ما كثير تاثر على الفيديو، لكن راح نعمل الفيديو. عملنا في الفيديوهات الماضيه مثلا محاسن ومساوئ الشغل في دوله قطر، حكيت كثير معلومات عن هذا الموضوع، فاليوم راح احكي لك موضوع جدا سالت عنه. هل فعلا قطر اعلى دخل في العالم او اعلى دخل فرد في العالم؟ الجواب هو يس. خلينا نشوف شو تفاصيل هذا الموضوع، هل هذا الموضوع فعليا زي ما الناس فاهمته او في شوي لبس في الموضوع. خلينا نرجع للموضوع. حكينا يس، هي قطر هي اعلى دخل في العالم. بكثير من القراءات وكثير من الدراسات وكثير من الويب سايتس اللي انا شفتها اللي معنيه في هذا الموضوع، قطر هي على راس الهرم او على راس القائمه تبع اعلى دخل في العالم لسنة 2019، والأكثر من سنة من السنوات الماضية، برقم أتوقع كان يتراوح، خلينا نحكي الرقم فعليا، برقم 98,814 دولار. بهذا الرقم بتكون قطر هي متصدرة أعلى دخل في العالم، وأجت بعديها مباشرة لوكسمبورغ. I think كانت دولة لوكسمبورغ يس، وكان الرقم 78,670 دولار. فهي قطر مش بس اعلى دخل، هي الفرق بينها وبين ثاني اعلى دخل تقريبا عم نحكي عن 20,000 دولار. هلا عشان بس ناخذ فكره كمان، ثاني دوله عربيه كانت هي بالمرتبه 17 على القائمة، وهي دولة الكويت، وكان الدخل تقريبا أو ما يعادل 39,706 دولار، يعني بفارق قاعدين نحكي أراوند 60,000 دولار في دخل الفرد لثاني دولة عربية بعد دولة قطر. وهون بنلاقي انه دخل الفرد طبعا يعكس، هو خلينا احكي مستوى الرفاهيه او مستوى الغنى للمنطقه اللي موجوده فيها. يعني تطبيق او يتم تطبيق دخل الفرد لدراسه مثلا مستوى غنى مدينه او منطقه او دوله معينه على حسب عدد الافراد، هو يكون يساوي مثلا مجموع الدخل في هاي المنطقه على عدد الافراد اللي يتم اعتبارهم من السكان او من الافراد في هاي المنطقه. هلا علشان هيك مش كثير دائما بيكون هذا الرقم دقيق، انه كل الافراد في الدوله بياخذوا هذا الرقم ديفينتلي، لا اكيد يعني، ولا كان الدوله كلها كانت امورها 100% كل الشعب اللي فيها بيكون غني. لكن فكره في الموضوع انه مثلا على سبيل المثال هيك ببساطه نبسط الموضوع، اذا كان في عندي 50 شخص بيجيبوا مليون دولار، وكان في عندي 100 شخص كل واحد او 1000 شخص كل واحد فيهم بيجيب 100 دولار، سواء لو حسبناها وجمعناهم وقسمنا على عدد هؤلاء الافراد راح نلاقي انه كل واحد دخله 47,714 دولار. لكن الفكره في الموضوع هو مش هيك، انا حكيت لك انه في عندك 1000 كل واحد بيجيب فيهم بس 100، وفي عندك 50 كل واحد فيهم بياخذ بس مليون. سو الفكره في مستوى دخل الفرد او دخل الفرد او انه اعلى دخل فرد في الدوله، مش معناته انه كل الافراد راح ياخذوا هذا الرقم. ممكن ناس تكون تاخذ بس 1000 او 500 دولار، وممكن ناس تكون تاخذ فعليا مليون دولار. سو الفكره في الموضوع هذا لا يعكس انه كل الناس في دوله معينه تاخذ الرقم اللي موجود واللي هو يمثل اعلى دخل في العالم او مش اعلى دخل في العالم. هذه كانت التفاصيل اللي بحكيها عن موضوع دخل الفرد في دولة قطر. هي يس اعلى دخل في العالم، لكن انا حبيت اوضح شو يعني دخل الفرد في دولة معينة، وهل هي دولة فعليا غنية؟ يس هي ديفينتلي دولة غنية. هل الرواتب فيها جيدة؟ هي فعليا رواتب من جيدة الى ممتازة، غير الناس اللي فعليا مرات فعليا في كل دولة بيكون راتبها سيء، لكن هي موجودة في كل مكان. هذا السؤال اللي دائما بنساله، طيب انت عم تحكي لنا دائما قطر قطر قطر، هل بتنصح انه اجي اشتغل في دوله قطر؟ الجواب اللي عندي دائما اكيد بنصحك تيجي تشتغل في دوله قطر، لكن بنصحك تيجي تشتغل في دوله قطر يكون عندك شغل، مش تيجي تقعد في دوله قطر وانت ما عندك شغل، تحكي انا بشتغل اي شيء، لا، انت حاول انك انت تحصل على الفرصه، واذا حصلت عليها فاهلا وسهلا فيك، ويا ريت اشوفك السنه الجاي او الشهر الجاي قاعد تشتغل معنا في دوله قطر ومستواك احسن مني ومستواك احسن من كل الناس الموجودين في قطر. طبعا بس نسيت احكي لك شغله كثير مهمه، انه اذا انت حابب انك انت تيجي على دوله قطر فبنصحك تعمل اكثر من شغله، لانه ما في اجابه نموذجيه هل اجي ولا ما اجي، لكن انت بدك تتعلم انك انت تحسب العوامل كلها اللي ممكن تاثر عليك، واللي هي منها
المكان اللي راح تشتغل فيه، الوظيفه اللي راح تشتغل فيها، المستوى اللي راح تعيش فيه، المكان اللي راح تسكن فيه، عائلتك، افراد عائلتك اللي انت مسؤول عنهم، ايش في عندك مسؤوليات والتزامات وتطرحها من مستوى الدخل تبعك اللي راح يكون في دوله قطر او في اي دوله ثانيه، وتشوف قديش السيفنجز اللي انت ممكن انك انت تعمله اذا اجيت على الدوله اللي انت حاب انك انت تروح عليها. اذا كان هذا رقم السيفنج مستاهل انك انت تتغرب، سو جو اهيد واحمل حالك واطلع. اذا لا فانا بنصحك تفكر مره وثنتين وثلاث بعدين تحكي بدي اطلع او ما بدي اطلع. وبالنهايه هاي ارزاق، وبالتوفيق للجميع. اتمنى انه الكل يحصل على الوظيفه اللي هو بده اياها او على العمل او الاون بزنس اللي هو بده اياه، ويحصل على الدخل اللي هو بده اياه وزياده. بتمنى التوفيق للجميع، ان شاء الله انه يكون فيديو مفيد. اذا شفتوا هذا الفيديو مفيد فيا ريت لو تعمل لايك وشير وتعمل سبسكرايب وانيبل للنوتيفيكيشن بالله حتى تجيك النوتيفيكيشن بالفيديوز اللي راح تصير تنزل وتجيك اشعارات دائما. إذا لقيت أنه ممكن في شخص واحد ممكن يكون حاب أنه يعرف أكثر عن هذا الموضوع، فياريت لو تبعث له هذا الفيديو وتعمل شير لهذا الفيديو. شاركنا في رأيك في الموضوع في هذا الفيديو في الكومنتس أو في التعليقات الموجودة تحت الفيديو تبعنا. إذا في موضوع ثانية أو إذا في أشياء أنت حاب تحكيها تحكي لنا إياها في الكومنتس، ممكن نحن نستفيد منها ونقدر نعرف إيش المطلوب للفيديوهات الجاي. شكرا لكم، بالتوفيق للجميع ويعطيكم ألف عافية.